طبعا قد تكون هناك بعض الاعتراضات على جلسة يوم أمس وشابه بعض اللغط، لكن مع كل هذه التوترات في مناورات سياسية إلا أن الوضع ما زال قانونيا ودستوريا لحد هذه الساعة، وقد أفضت هذه الجلسة بشكل انسيابي إلى خيار رئيس مجلس النواب السيد الحلبوسي ونائبيه السيد حاكم الزاملي والسيد عبد الله من الديمقراطية الكردستانية، التي قد مضت معمودة دستورية مهمة وقد حددت 15 يوم لخيار رئيس الجمهورية القادم. وبالتالي نرى مع كل الاعتراضات على هذه الجلسة إلا أنها واحدة من الجلسات المهمة التي مضت قد تكون بانسياق سياسي ودستوري، هذه المرة الأولى التي نشهد بها تولي كبير السن الاحتياط لإدارة جلسة مجلس النواب الأولى. ونطمح من كل الأطراف الموجودة تلبي مطالب الشعب من ناحية الخدمات ومن ناحية البناء والإعمار، وإن شاء الله نتأمل كل الخير من كل الأطراف الموجودة، وإن شاء الله تشكل حكومة توافقية وإن شاء الله تكون بها الخير للعراق إن شاء الله. الكتل السياسية نفسها، نفس الوجوه، نفس الأحزاب تحكم. ماذا سنشهد في الأيام القادمة؟ هل ستشكل الحكومة العراقية بطريقة سهلة أم ستواجه صعوبات؟ الشارع العراقي يتطلع إلى حكومة قوية. الشارع العراقي يمر بأزمات كثيرة، أزمات اقتصادية اجتماعية. الوضع العراقي صعب جدا، يجب تغليب المصلحة العراقية ومصلحة الشعب العراقي على مصالح الأحزاب والكتل.